الو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الأخي في الإسلام طبعا، أحب أوجه رسالة لعلي الإبراهيمي. تمام. نعم تفضل. أريد أن أستفسر منك يعني استفسار. نعم. أنت قرأت القرآن وتعلم أن الله تبارك وتعالى قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، كما أدلى بذلك الأخ المتصل سابقا. تمام. نعم. وقلت بأن سورة النور لم تنزل في تبرئة السيدة عائشة، وأنت تكذب، أنا أعلم ذلك وكلنا يعلم ذلك. تمام. وقلت كذبا. لا أكذب. تمام. اتركني واترك لي مجال الحديث وبعدين أعلق على كلامي. تمام. نعم. إن كنت لا تكذب وأنا أسلم لك جدلا بأن عائشة قد زنت والعياذ بالله من ذلك، وأنها خبيثة وأنها كذا وكذا، فما قولك في قول الله تعالى الخبيثات والخبيثين؟ هل بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعد خبيثا أم ماذا؟ طيب أنت سمعت الجواب اللي جاوبته للأخ؟ أنا أريد أن أسمع منك الجواب. يلا علق على الجواب. تفضل علق على الجواب وانقض اللي أنا أسألك كسائل وأريد منك الجواب. ما قولك، ما رأيك في قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين؟ طيب وأنت قلت أخي سمعت الظاهر، سمعت، ما أريد طول النقاش، يعني ما يصير أعيد الكلام بنفس الحلقة. جاوب. أنت ما سمعت جوابي؟ لا ما تفضل سمع. تفضل جاوبني. سمع شلون ما سمع؟ بده يقول انا سمعت. جاوبني على رد على الجواب اللي انا جاوبته. انا سالتك سؤال وانت تجيبني، انا سائل وانت المجيب. ان اجبتني حقا سادخل الشيعة معك واتشيع الليله. بس لحظه، مو مشكله. طيب اخ محمد، انت سمعت جواب الاخ علي قبل قليل على السائل الاول؟ لا اريد ان اسمع من الجواب مره ثانيه. لا سمعت الجواب ام لم تسمعه؟ انا لم اسمع الجواب بالله، لم اسمع الجواب بالفعل. لم تسمع. تمام. طيب جاوب. اريد ان تفصل يا قول الله تعالى. طيب. طيب. الخبيثين. خلاص يجاوبك علي. نعم راح يجاوبك. نعم خلاص فهمنا. فهمنا عليك ان شاء الله. استمع رجاء، استمع. نعم. الى الجواب الان يجاوبكم الى ان ينتهي، من ثم اذا كان عندك تعليق او نقد لجوابه. قلت في كلام الله تعالى. اسمع الجواب ومن ثم إذا انتهى الأخ علي من الإجابة عليك نقضه أو ما شابه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الأخ محمد من مصر، إحنا وأنتم متفقين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج من قتيلة أخت الأشعث. مع زيارة الشبكة أريد تعيد الكلام مرة أخرى، الشبكة ضعيفة ولا ما أسمع جيدا. طيب نحن وأنتم متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج من قتيلة أخت الأشعث. سؤال هنا، ما الدليل على أنه، بما أنك تريد تستدل تقول أنا سائل وأريد الخبيثات والخبيثين. اسمعني أنا سائل لا تلقي على، لا أبص، لا لا جاوب. شوف محمد، إذا تتكلم مرة ثانية نقول لك مع السلامة. تستمع إلى الأخير، تستمع الى الاخر. انت اسمع، انا اسالك وانت تجيب لك. توكل على الله، توكل على الله، ما احنا فاضيين الى اشكالك. توكل، خلوه يروح. هذا جاي يريد يهرج من البدايه، جاي تقول انت سامع الجواب، سامع الجواب السؤال وما سامع الجواب، ومن ثم بهالتهريجات هذه مو فاضيين لك صراحه. يعني اذا تريد على بالك يعني بهالفهله وتريد تستفزنا يعني انت جاي سائل تسمع الجواب الى الاخير. قلنا لك استمع الجواب الى الاخير. بس انتوا البكرية ما ادري، لا عقول عندكم، لا حسن استماع، لا ادب في الحوار بهالطريقة. جاوب علي. خلنا طبعا باختصار، لانه نعم. الظاهر الاخوة اذا يريد يرجعون للحلقة يلقون نفس الجواب. ايه؟ اخواني الكرام، هو يريد ذول البكرية يريد يستدلون بهاي الاية على انه عامة. طيب بالمعنى اللي هم يفهمونه طبعا، يقولون خلاص الخبيثات للخبيثين معناها النبي صلى الله عليه وآله طيب، طيب معناها أي امرأة تزوجها النبي تكون طيب. هذا يريد يستدل فينا عليه أو يستدل فيه علينا، صح؟ طيب السؤال هنا، النبي صلى الله عليه وآله تزوج قتيلة، هذه قتيلة خبيثة ولا طيبة؟ بالإجماع تزوجها وبالإجماع ارتدت. ما الدليل على إخراج هذه المرأة من هذه الآية الكريمة بمعناكم اللي أنتم تفسرونه؟ ما الدليل؟ قلت أنها ارتدت مثلا، النبي صلى الله عليه وآله قبض واستشهد مثلا وهي انقلبت على أعقابها، صار عندك شنو؟ صار عندك تبرير لإخراج هذه المرأة الخبيثة. نفس هذا التبرير عندنا لعائشة، نقول عائشة ارتدت، نافقت، انقلبت على أعقابها، أصلا هي كانت منافقة،
فلا تشملوا هذه الآية بالمعنى اللي أنتم تذهبون إليه. إذا تأخذ هذه الآية على الإطلاق، عندنا بالقرآن الكريم الله عز وجل بيّن لنا قصص أن هنالك أنبياء عليهم السلام قد تزوجوا من نساء خبيثات. نوح عليه السلام من أولي العزم، لوط عليه السلام. الله عز وجل أخبر عن حال امرأتيهما، قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. سؤال: نوح ولوط طيبان؟ الجواب نعم. طيب باستدلالك المفروض تكون أزواجهم أيضا طيبات، هذا باستدلالك الأعور. ما وجدنا هذا. شلون أنت الآن سؤال شلون تبرر أنه الخبيثات للخبيثين؟ تقول خلاص بما أنه النبي صلى الله عليه وآله الأنبياء لما يتزوجون امرأة هم طيبون فلازم تكون نسائهم طيبات. طيب شلون تبرر لي هذه الآية؟ يلا تعال شلون تبرر لي مسألة زوجة نوح وزوجة لوط؟ تقول مثلا لثبوت الدليل على نفاقهن فخرجنا من هذا العموم اللي أنتم تدعونه. نفس الكلام اللي احنا نقوله، نقول لثبوت الدليل على لثبوت الدليل على نفاق عائشة. عائشة منافقة. الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله بالإجماع قال: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، بصحيح مسلم هذا الحديث، روح ارجعوا له. ووجدنا بأحاديث صحيحة أن هذه الخبيثة كانت لا تطيب لها نفسا أن تذكر عليا بخير. اسمه الشريف المبارك المقدس اللي يشرفها ويشرف أبوها ويشرف عشيرتها، اسمه الشريف المبارك المقدس كانت ما تذكره، تبغض عليا عليه السلام. زين، هذه امرأة منافقة بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا تقول؟ فعندنا أدلتنا على أن هذه المرأة خانت رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن هذه المرأة مو طيبة إن أخذنا بالمعنى اللي أنتم تقولونه. في الواقع أكو تفسير عندكم موجود، الطبري أو غيره يذكر هذا التفسير، يقول الخبيثات للخبيثين، الخبيثات من الكلمات للخبيثين، والطيبات من الكلمات للطيبين. روح ارجعوا لتفسيركم، موجود هذا الكلام، هذا أحد المعاني الموجود عندكم. هو في أيضا هذا المعنى، خلني بين كلامكم، يعني أيضا لو يرجعوا لتفاسيرهم يجدون في أي شيء نزلت هذه الآية. لو رجعوا مثلا لتفسير النيسابوري، تفسير القرطبي، وفتح القدير للشوكاني، لوجدتهم يقولون أنهم من تلك الأقوال أنها نزلت الآية في مشركي مكة حين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله عهد، وكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا إنما خرجت لتفجر. فإذا ما له علاقة الآن أنت مثل يعني تجي تريد الآن تبين أن لمجرد أن النبي صلى الله عليه وآله قد ارتبط بعائشة أو بأي امرأتين خلاص أصبحت هذه المرأة إنسانة مؤمنة، وإلا إذا كانت خبيثة فالعياذ بالله يكون النبي هكذا. هذا أساسا عقلا منطقا يعني ما يأباه العقل، لأن كل آن تجد الآن إذا عممنا هذه الآية الآن ما تجد إنسان مؤمن مرتبط بامرأة خبيثة موجود. يعني يصير الآن شلون يصير هذا خبيث؟ شنو الرابط هذا؟ ولا وين هذه ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ كل واحد وعمله. طيب النبي صلى الله عليه وآله حينما ارتبط بنساء ومن ثم طلقهن شنو يكون مآلهم؟ زوج فاطمة بنت الضحاك الكلابية وبعدين طلقها النبي، اختارت الدنيا عليه. أسماء بنت النعمان التي حينما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله استعاذت منه. الشنباء بنت عمرو التي أيضا كفرت بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. ليلى بنت الخطيم، حفصة بنت عمر التي أيضا في روايات عندكم أنها طلقها ومن ثم أرجعها.
يعني هؤلاء كلهم الآن لمجرد أنهم ارتبطوا مع النبي صلى الله عليه وآله تقولون أنهم صالحات مؤمنات طيبات. يعني شوية الواحد يركز ويفهم شنو هذه المعاني، ورجعوا إلى تفاسيركم، لا هكذا بالهوى أنتم حتى تفاسيركم ما قارين ولا تعرفوا شنو جاي بيها. هذا خلاص أن أي أحد ارتبط بالنبي صلى الله عليه وآله خلاص نعطيه صك براءة وخلاص، هذا نعطيه أنها طيبة. لا هذا موسى عليه السلام وين مرت صافورة ما حاربت الوصي؟ يعني نفس الشيء عائشة حاربت الوصي، يعني بالمقابل أيضا أكو يعني صالحات من زوجات من ناس غير صالحين. زين هذا فرعون مرت منه آسيا اللي الكل أجمعت يعني القرآن يعني سيدة من نساء الجنة. زين وبعد غيره وغيره يعني على كل يعني هذا شو اسمه هذا التشبث تشبث هذا يثبت انه ما عندهم ادله سبحان الله ليس لهم ادله. نعم هذا الغرقاني تشبث بالقشه. بله ناخذ اتصال ابو فراس.